الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. معالي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، الإخوة والأخوات، أتيتكم من مهد العروبة، من وعاء العرب الأول من اليمن، أحمل إليكم ولكم وعبركم تحية السلام والإسلام، كيف لا وقد وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاكم أهل اليمن هم أول من أتى بالمصافحة. والمصافحة تعبير عن السلام والوئام والمحبة. هذه التحية عامة، وهناك تحية خاصة لمصر الحبيبة حكومة وشعبا. فعلاقة مصر بكل الدول علاقة جميلة حسنة، لكنها باليمن أحسن وأجمل، وهي علاقة قديمة، علاقة السد بالهرم، سد مأرب بأهرام مصر، علاقة تجذرت وتقوت بالدعم المصري، بالدم والتضحية مع الشعب اليمني لإزاحة المنظومة العنصرية التي جثمت على صدر اليمن حقبة من الزمن، حتى قامت ثورة 26 سبتمبر الخالدة التي اعتقت اليمنيين من الجهالة والتخلف والفقر والظلام، بدعم سخي كريم لا ننساه من إخواننا في مصر العظيمة. مصر لها فضل كبير علينا كيمنيين، فهم أساتذتنا، تعلمنا في المدارس على أيديهم في الابتدائية والإعدادية وفي الجامعة، نشروا الفكر الوسطي، وكانت تأتي البعثات من مصر، من الأزهر الشريف، من الأوقاف، من دار الإفتاء إلى اليمن، إلى سهولها، إلى جبالها، إلى وديانها، إلى قراها، إلى كل مكان، واستفدنا منهم كثيرا. ولا ينكر الجميل إلا لئيم، وحاشا أن ننكر جميل إخواننا في مصر. الحوار إخواني لن أطيل، وقد تكلم النبلاء والفضلاء بما يكفي، والحوار مشروع وليس ممنوع، ثقافة وليس تكتيك، الحوار فريضة، فريضة وليس نافلة. الإنسان السوي والدولة السوية تجنح إلى الحوار، والإنسان المشوه يميل إلى العنف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف، وما كان الرفق في شيء إلا زانه. فلا داعي لأن نتحدث كثيرا في الحوار، لأنه ضرورة لنا ولحياتنا ولمعيشتنا ولتعايشنا، وبدون الحوار سيكون الصراع، والصراع هو هدم وإغراق للمجتمعات.
ولسنا أيضا بحاجة إلى أن ندافع عن الإسلام في هذه القضية، فالإسلام غير متهم. ومن المعضلات توضيح الواضحات. ولو طلب مني ولو قلت لإنسان أن النيل ماء طاهر لضحك مني، أو قلت له أن النيل ماء عذب لضحك مني، لأن هذا أمر مفروغ منه وواضح وجلي. فكذلك الإسلام في أمور الحوار والتعايش والمحبة والسلام قضايا مفروغة منها، لسنا بحاجة إلى أن نتحدث حولها طويلا. كيف يكفي أن تحيتنا حينما نلقى الناس جميعا السلام عليكم، هذه التحية الراقية الجميلة. السلام، تلقى أي إنسان تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا عنوان كافي. أيها الإخوة، أتيتكم من اليمن وأنتم تعلمون بجراحها، والسبب أن هناك جماعة عنصرية قائمة على أمرين. تدعي الأمر الأول، تدعي هذه الجماعة أن الله اصطفاها في سلالتها، جماعة عرقية، أن الله اصطفاها في سلالتها فهي أكرم من بقية اليمنيين وهي أقدس وهي أرفع، هكذا تعتقد والناس دونها. والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعطاها الحق الإلهي في الحكم، وأن الذي يخالفها يخالف الله، والذي يرفض آراءها يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا تؤمن هذه الجماعة، ويا ليت أن هذه الجماعة توقفت عند هذا الفكر حتى نعالجه بفكر آخر وندخل في عملية حوار، لكنها اعتقدت هذا الفكر العرقي العنصري الاستعلائي الطبقي الذي يتنافى مع قول النبي الناس سواسية صلى الله عليه وسلم، ومع قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. لو كانت هذه الجماعة تؤمن بهذا الفكر المنحرف العنصري وكفى لكان الأمر هين وسهل، سنتحاور، لكنها لا تؤمن بالحوار وتتمرد على كل حوار، ثم أيضا تفرض هذا الفكر العنصري بقوة السلاح، بقوة السلاح. ولذلك الآخر يفجر المسجد، يفجر المسجد في اليمن على يد هذه الجماعة العنصرية. وأنتم قد رأيتم بأنفسكم، ومن يتابع يرى أنهم يضعون العبوة الناسفة تحت المسجد ويصورون ثم ينسفونه ويكبرون، جهالة وعنصرية وإرهاب وتطرف وعنف. فهنا المشكلة، هذه الجماعة بهذا الفكر العنصري المسلح للأسف أتى من يدعم هذه الجماعة ويشد من أزرها ويمنحها السلاح والمال لتكون هذه الجماعة شوكة وخاصرة في الأمة العربية وضد المسلمين ومهلكة لليمن ومقلقة للمملكة العربية السعودية، الدولة الشقيقة التي ما أتانا منها إلا كل خير ونفع، وتدعم هذه الجماعة للأسف من هناك من تحت عمائم الثورة التي يسمونها إسلامية، الثورة الخمينية حتى أكون صريح. تدخلت إيران بقضها وقضيضها ودعمت هذه الميليشيا المسلحة لتدمر اليمن والمنطقة العربية وتدخلنا في فوضى الصراع والدماء والأشلاء. نطمح إلى الحوار لكنها لم تأتي إلى الحوار، مستندة إلى سلاحها وإلى دعم الحوزات. نريد أن تأتي إلى السلام، ترفض السلام، كفى عبث كفى دماء، لكن لا تسمع ولا ترعوي.
نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نرى كل البلاد، كل بني البشر، كل الناس يعيشون في أمن وطمأنينة وسكينة ومحبة وسلام. وهذا العمل يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى تكاتف الجهود وإلى تضافر، وأن نستخدم كل ما بوسعنا لنشر هذه الثقافة، ثقافة المحبة والسلام، ثقافة محاربة العنف والإرهاب والتطرف. ولا أنسى الأثر الجميل والنبيل والكبير المنتشر أينما ذهبنا وجدناه، الأثر الطيب، رسالة التسامح والسلام التي ينشرها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء. أينما ذهبنا وجدنا أولئك الذين يمثلون السماحة والرسالة الوسطية في كل الدول. لا ننسى هذا الأثر الطيب، وندعو من هنا إخواننا، أخي العزيز معالي الدكتور وزير الأوقاف ودار الإفتاء والأزهر الشريف، إلى أن ينظروا إلى الشعب اليمني بنظرة المحبة والأخوة كما هي عادتهم، وأن نتعاون في هذا الجانب. وفق الله الجميع، وقد أطلت عليكم المعذرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.